أنا كميل شمعون، مواطن لبناني. أنا بي لثلاث شباب وبحس مع كل شاب لبناني بهالوطن عم بمر بالمراحل الصعبة، مراحل الفساد وعدم الاستقرار والبطالة. هالشباب يلي ما عرفوا عصر لبنان الحضاري يلي أنا عيشته لما كنت بعمرهم، لبنان يلي كان حلم رجال الاستقلال، لبنان عهد جدي كميل نمر شمعون، لبنان محايد عن الصراعات، لبنان الكفاءات، لبنان التعايش، ولبنان التطور. بتذكر أيام طفولتي لما كنت رافق جدي بمشاوير الصيد بكافة المناطق اللبنانية، يتعرف على الناس ويسمع همومهم من الصغير للكبير. تعلمت حب لبنان وطبيعته، ومثل كل هالشباب نضلت ودافعت عنه وضحينا بشبابنا حتى يضل وطن سيد حر لكل الأجيال. أما اليوم الكل شايفين كيف عم تتغير السياسات لمصالح الأشخاص مش لمصلحة البلد، لمصالح الطبقة السياسية الفاسدة يلي أدت لخراب وفشل الوطن. مين نحن؟ نحن أصحاب المبادئ الثابتة، وما تغيرت مبادئنا لا بالسلم ولا بالحرب رغم كل محاولات إلغائنا. نحن أحرار ورح نضل معروفين بأفعالنا مش بأقوالنا. والمواطن الحر ما بيخضع ولا بينزل، المواطن الحر ما بينشرى ولا بينباع. وبتمنى بستة أيار إن كل مواطن حر يصوت بضميره الحي. وبتوجه لكل مواطن وخاصة لأبناء الشوف وعلي يلي ضحوا كتير وبعدهم، وبقول لهم روحوا صوتوا كلكم للائحة القرار الحر، صوتوا لخطة العودة بكرامتكم، صوتوا ضد لوائح الهدر والفساد، صوتوا لمشروع لبنان فقط لبنان وانتو ضمير لبنان، صوتوا لمستقبل ولادكم، صوتوا لتحقيق حلم الرئيس شمعون، صوتوا أحرار.